هعمل دلوقتي معاكم وصفة سهلة ولذيذة بس طعمها حلو جدا للخوخ والعصير بتاعنا المتلج. تعالوا نشوف المقادير. عندي خوخ هكون مقشراه وكمان حطاه في الفريزر. عندي خوخ زي ما هو بالقشر عشان التقديم. عندنا ليمون، عندي الليمون البلدي والليمون الأضاليا. عندي العسل والمية والتلج والنعناع. أول حاجة عايزة أعملها، تعالوا كده نشوف مع بعض. يلا، عايزة هجيب الليمون بتاعي وهعمل عصير ليمون. يلا هصفي الليمون بتاعي. يلا هجيب بقى هنا الخوخ بتاعي المجمد كده زي ما احنا شايفين، وهحط العسل وعصير الليمون اللذيذ بتاعنا فريش، وعاملينه مع بعض يجنن. يلا بينا.